جيم اسمها فندوبونا، يعني الهواء الجميل والنسيم العليل. فندوبونا. فندوبونا. جيم. عشان اسهلها لك. ليه علاقه بيك بدراستك؟ الرياضه؟ لا، الدكتوراه. الدكتوراه في التربيه الرياضيه. كانت منين؟ من نمسا. من نمسا. من فيينا. من فيينا. حلو. فندوبونا. 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 وبعدين؟ لا، طلعنا فاصل ونرجع تاني. فقرة إعلانية ونرجع لبعض تاني. ورجعنا مرة تانية، والكابتن ممدوح فرج، والحكاية سخنة جدا، وكانت آخر إجابة قلناها فندوبونا، وحاولت أقربها له لأن هي طبعا معلومة عامة مش بالضرورة تكون عند أي حد. يعني هي معناها الهواء الجميل والنسيم العليل. وفندوبونا أنت درست حضرتك، والدكتوراه بتاعتك كانت في بالألماني في فيينا. في سبورت، في رياضة. تمام. تفتكر بقى إيه علاقة فيينا ببنت بفندوبونا؟ فين فين ولاد خاله مثلا او حاجه؟ والله انت عايز الصراحه. يعني فيينا مش فندوبونا. بونا بونو بونا. ماشي الحال، لكن عاجز عنها فعلا، اول مره اسمعها. ممكن تبقى هي نفسها فيينا؟ لا. ودي الاسم القديم بتاعها؟ لا. هو دي المعلومه بجد ان هي فندوبونا؟ هي فيينا. فيينا اسمها القديم زي مصر، كانت زمان طيبة. مش كانت طيبة صح؟ فيينا كانت فندوبونا. ممكن. هي معلومة بقول لحضرتك جميلة. هي صعبة. جميلة. في بقى مجموعة يعني انا اقول لك اسم كل حد فيهم وتقول لي اشهر لازمة لي. ماشي. ممدوح فرج. طيب. لا، اللازمة اشهر لازمة اللي هي هاي انت. في شهرة له. بأدائك بقى اللي انت بتقوله. ممدوح فرج. هي انت انتي عايزة تزيدي؟ تعالوا انا كسر. زينات صدقي. كوميدية جميلة. عصافيره بني. عصافيره مش كده؟ كتاكيتو بني. طب بص الإجابة اللي جاية دي. طيب. جيم. فعلا صدق صوتك زي عبد المطلب بالظبط. يبقى معناها ايه؟ مش سيدة لسيدنا الحسين مثلا؟ طب ما تقول لنا كده كان بيقول ايه؟ لا اغني؟ الناس دي هتمشي على طول. لا لا والله، الناس دي صوتك قريب منه والله. ده يبقى وحش قوي اللي هو الصوت الجراف ده. لا 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 معلش. بتقول وتعيد لمين؟ تتتن. وبتشكل ده وده. الناس والمغرمين ما يعملوش كده. الله يا استاذ. ايه ده ايه ده. جيم. وايه الغريب في كده؟ دي موضة وكل المصارعين والرياضيين في العالم بيعملوا كده. سين. التمثيل. بس دي اجابة ما مش هتبقى. والله ممكن. هو التمثيل يعني الروك بقى نجم، هوجن بقى نجم. ممدوح فرج مثل وهيمثل فيلم جميل جديد اهو، مش عايز احرقه. بس ان شاء الله يكون بالتوفيق. وموضة المصارعين بيمثلوا كلهم. كلهم. جون سينا بطل افلام دلوقتي. واغلى واحد في هوليوود دلوقتي. والله. والله لعبة معاه البلية 100%. طيب.